المباراة تاع اليوم اللي ما كانت سهله، وين الخصم فاز السمانه اللي فاتت ويجا باش يدي طرافو منا. احنا كنا كونسونطري في الماتش توت لي لا سيمان. شكر صحابي وستاف ميديكال اونترينر كاع اللي داروا عليهم، خلينا طرافو في حمام عمان ان شاء الله، اللي خلينا بريبارو الماتش تاع صيفي اريحيه. فارمينا دو فيكتوار هذو لي كيما نقولوا رجعنا بقوه، كانت كيما نقولوا مقابله مفخخه. احنا ما طحناش في الاستهزاء هذاك وعم بالنا واش كان يستنى فينا. الحمد لله يا ربي وان حققنا ثلاث نقاط، انا نقول ثمينه. اليوم شفناها في مباراه صعبه، اليوم سجلنا يعني الحمد لله سجلنا في بدايه المباراه، كانوا عندنا عده فرص باش نقتلوا المباراه، اليوم ما عرفناش كيفاش نقتلوها. نفس الشيء في الشوط الثاني جاونا ثلاث فرص ما سجلناش. من بعد نظن باللي الخصم رمى يعني لعب الكل في الكل، وهذا الشيء اللي خلى يعني اللاعبين اليوم من جانب الاراده من جانب العزيمه من جانب الدفاع دفعوا على المكسب هذا طيله المباراه. الدخول تاعنا السيء اليوم هو اللي كلفنا الهزيمه، رغم اننا نقول ادينا الشوط الثاني ممتاز، لاعبين قدموا كل ما عليهم، كان بعض النقائص، مازال عمل كبير راه ينتظر فينا. هذه الهزيمه ما لازمش تاثر لان صافي بارتي دي جو كما يقولوا لك، يا رابح وخاسر.